مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا كما تعودنا كل يوم سبت معاكم، طبعا عشان الأزمة الحالية وحظر التجوال. يعني السبت الماضي كان الساعة 7، النهاردة الساعة 5:30 هوت. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون في اللي جاي أحسن وأفضل إن شاء الله. طبعا إحنا بنتكلم بقى عن أزمة حالية هي أزمة الكورونا، ولكن الوعي والثقافة وأيضا المعرفة للشعب المصري العظيم اللي بيتحدى الكورونا. عشان كده أنا بقول من هنا من برنامجكم دنيا الاحتراف على الهواء مليون تحية مليون سلام لجيش البلط الأبيض، إن هو فعلا النهاردة بيثبت إن هو فعلا بيوقف مع الشعب المصري علشان موضوع كورونا. وشايفين الجيش البلط الأبيض بيعمل إيه بالنسبة للشعب المصري، والحمد لله رب العالمين في نتائج إيجابية كتيرة جدا. وأيضا قبل ما نتكلم بقى عن كورونا ونتكلم، بقول الدولة المصرية الرئيس والزعيم والقائد والأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا القوات المسلحة المصرية، وأيضا الشرطة ووزارة الداخلية، إحنا فعلا بيعملوا مجهود عظيم وجبار. لا ننسى دور الحكومة، لا ننسى الدور الوطني اللي بيعملوه للشعب المصري، لا ننسى إن فعلا كان في مصريين كانوا بره متعلقين أو موجودين بره في بريطانيا وأيضا بعض الدول الأوروبية، جم هنا بطائرات خاصة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي. لولاك يا سيادة الرئيس كان الشعب المصري كان انتهى. لولاك يا سيادة الرئيس، أنا بتكلم بكل صراحة، فعلا الشعب المصري فعلا بيثبت كل يوم إن له رئيس اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقول الهرم الرابع للدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا نخش بقى في اليوم اليتيم، والنهارده معايا فقرة كبيرة جدا وعظيمة جدا. معايا النهاردة أحد الرجال العظماء، الرجال الأقوياء. فعلا الرجل بيتحدى الجميع، يتحدى كل مسؤول في الدولة المصرية. صاحب جمعية وصاحب أكاديمية، وطبعا أنا بتكلم يعني بفخر وشرف كبير جدا النهاردة معايا في الاستوديو اللواء محمد سرور، مدير جمعية أولادي دار الأبنين. أهلا بك. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا فندم، ربنا يخليك، تنورتنا شرفتنا ونورت برنامج دنيا الاحتراف. ربنا يخلي ساعتك يا باشا. وايضا معايا بقى احد الرجال الشباب العظماء، ان فعلا الرجل بيعمل كثير وكثير 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 في بطوله موهبتك، رجل المهام الصعبه، واقول كابتن تامر. اهلا بك كابتن تامر. كابتن محمد نورتنا وشرفتنا. طبعا كابتن تامر النهارده جاي مسؤول النشاط الرياضي داخل جمعيه اولادي. احنا النهارده بنتكلم بقى عن يعتبر اكاديميه اولادي وجامعه اولادي، ونشوف بقى بالنسبه بقى يوم اليتيم، ونشوف بالنسبه للتعقيم بالنسبه لسياده اللواء محمد سرور عامله ايه بخصوص بعض الانشطه الرياضيه والملاعب ومراكز الشباب. هنتكلم على يوم اليتيم، هنتكلم بقى عن اللواء محمد سرور يتكلم بقى يعني نقول ما جعبته ويقول ايه. عاوزين بقى نفتح صدورنا شويه مع سياده اللواء محمد سرور ونقول له ايه هي جمعيه اولادي وخصوصا يوم اليتيم. ساعتك هي جمعيه اولادي مقرها المعادي دجله، هي جمعيه انشئت من 65 سنه. الجمعيه فيها حوالي 155 ابن من ابناء الجمعيه، تتراوح اعمارهم كلهم من بين 11 سنه ل 22 سنه. طبعا في لائحه نموذجيه لوزاره التضامن، اللي هو عدى سن 18 سنه بيخرج رعايه لاحقه، وبنبدا ان احنا نتابعه كانه موجود داخل الجمعيه. انا عندي حوالي 32 ابن من ابناء الجمعيه بره جمعيه رعايه لاحقه، وجاري ان احنا نخرج اللي هو وصل السن طبقا للائحه النموذجيه. جمعيه اولادي جمعيه غير هادفها للربح، جمعيه كلها من الشباب المحترم جدا اللي عنده طموحات في الحياه. عندي 32 ابن من ابناء الجمعيه في الجامعات والمعاهد. عندي شايفين على الصوره على الشاشه طبعا سياده اللواء بتتكلم حضرتك، بتتكلم طبعا حضرتك بتتكلم ويشوف الصوره طبعا معروضه طبعا. عندي حضرتك طالب او اكتر من طالب جايبين مؤهلات، واخدين ثانويه عامه بمجموع عالي 96%، ودخلوا تجاره انجلش جامعه القاهره، ودلوقتي بيقضي الخدمه العسكريه. شباب عنده طموحات ان هو يصلح في الدوله، عنده طموحات ان هو اهدافه اهداف ان يعني احنا دخلنا في حته الانشطه الرياضيه، عملنا اكاديميه اسمها اكاديميه نجوم اولادي، الغرض منها
ان انا ان يندمج الشباب الايتام في المجتمع الخارجي. وده احسن وسيله اللي هو الانشطه الرياضيه او رياضه كره القدم اللي هو بيحبها حوالي 98% من شباب الجمعيه. اكيد طبعا. انا هخش بقى في المقابل عشان بقى اتعرفنا عن نفسك يا كابتن تامر كده بصوره سريعه. كابتن تامر الفاعي مسؤول والنشاط الرياضي، مسؤول النشاط الرياضي في نجوم اولادي يعني، وكابتن المدير الفني ل 2003. اهلا بيك طبعا. يعني قول بقى نبذه عندك بالنسبه للنشاط الرياضي جوه الجو اللي يعتبر الاكاديميه ولا الجامعيه. بص حضرتك، هو النشاط احنا عملنا اسم نجوم الاولادي، عملناها للولاد اللي هم بيلعبوا كوره زي ما بيقولوا لعب الشوارع. خلينا الموضوع ده بقى يبقى رسمي، يبقى لا الناس بدات تلعب في نوادي، بنسوق لعيبه عندنا للنوادي، نادي ترسانه، نادي اسماعيلي، نادي التنميه. كابتن لو محمد صلاح بصراحه مش مقصر معانا في حاجه. النشاط عباره عن زي اي اكاديميه، تدريبات بنعمل، بنشترك في دوري زي بطوله موهبتك بصراحه يعني من افضل البطولات اللي انا ان احنا دخلناها. طبعا الجود ده مجهول طبعا داخل البطوله. تمام. الولاد مبسوطين ان هم في البطوله، ماشيين بشكل كويس في البطوله. هايل. طبعا بخصوص بقى اللواء عشان نتكلم عن كورونا، هنشوف تقرير احنا عاملينه دون الاحتراف. تمام. بخصوص كورونا، يا رب يحفظ مصر طبعا من كل سوء، يا رب يرفع البلاء. وهنخش بقى حضرتك، انت عملت ايه بخصوص الازمه الحاليه عندك في الجمعيه؟ وحضرتك بالنسبه للازمه الحاليه طبعا في اجراءات احترازيه احنا عملناها للجمعيه ومطبقين على حسب التعليمات واللوائح اللي نزلت بالنسبه للكورونا. وطبعا كان دور الاعلام على جميع القنوات الفضائيه كان دور محترم جدا، وفضل برضك سياده الرئيس اللي بيعمله مع عشان كده بشكره طبعا. سياده الرئيس بيقوم بمجهود خارق، احنا هو ده قدوه لينا كلنا. أكيد. وقدوه للشباب، وان شاء الله احنا على المستوى ده وهنقهر كورونا وهنقهر اي يعني اي حد. ده يعتبر وباء موجود. أكيد. وسهل جدا ان شاء الله يتقضي عليه، بس ايه ان احنا نطبق كل التعليمات والاجراءات الاحترازيه. طب سياده اللواء ممكن اعطاك ونشوف حاليا دلوقتي او نشوف التقرير بخصوص احنا عاملينه بخصوص ازمه كورونا، ويا رب يحفظ مصر. نطلع تقرير ونشوف معانا اللي بيحصل. يا رب يا رب يا رب يحفظ مصر، ونشوف التقرير ونرجع لكم مره اخرى. مصر تنتصر، مصر تنتصر. ايه رايك في الفيديو وايه رايك في التقرير؟ احنا برضك ولاد الجمعيه ساهموا في موضوع كورونا بايديهم. أكيد. احنا عقمنا الجمعيه بالكامل بالاشتراك طبعا مع القوات المسلحه. الولاد نفسهم بيطبقوا التعليمات بالحرف الواحد، عدم خروج الاولاد من الجمعيه. التعليمات بتطبق عشان ان شاء الله الازمه دي هتعدي. وزي ما عدت كمان في احد الكواليس انت بتعمل نظام في ملاعب رياضيه في حضرتك. احنا جاري انشاء ملعب على مستوى برضك من احد المتبرعين. احنا جددنا الجمعيه عموما من ناحيه دورات المياه للمبنى بالكامل، مسجد، بالنسبه للانشطه الرياضيه ملعب على مستوى جاري انشاؤه، عندنا مطبخ اشادت به وزاره التضامن والتدخل السريع واللي تابع وزاره التضامن والشؤون الاجتماعيه. حضرتك احنا بنشتغل بما يرضي الله، وهدفنا الرئيسي سياده الرئيس واللي بيعمله للدوله هو الهدف الرئيسي. يعني ما فيش حد بيبخل باي، بنبذل كل المجهود، بنبذل كل طاقتنا في سبيل، لان الولاد ولاد جمعيه اولادي دول بيستاهلوا اكبر من كده بكتير. هم فعلا شباب محترم وشباب جميل، وهم يعني نفسهم يقدموا اي حاجه للبلد، واحنا معاهم بنساعدهم في المجال ده.
ايه الانشطه اللي انت عملتها في النهارده بمناسبه يعتبر في شهر 4 وخصوصا 1/4 يوم اليتيم، وكان في اهداء من برنامج دون الاحتراف وبطوله موهبتك ليوم اليتيم، بخصوص بقى جمعيه اولادي عملت ايه بالنسبه للبنين؟ هو حضرتك الجمعيه فيها شباب متفوق في كل المجالات، هما اولا خلقا وعملا، يعني احنا عندنا اهم حاجه الاخلاق، ما فيش حاجه اسمها ان احنا نهين حد او نضرب او نشتم، ما فيش كلام من ده، هي جمعيه ايتام بس جمعيه محترمه وهم ولادنا بالظبط. معايا برضك بتشاركني في الموضوع ده زوجتي موجوده في الـ في الـ في الجمعيه، بتبقى موجوده من الصبح لغايه بالليل، هي ام للابناء، وده الهدف الاساسي، هم الاولى هم يستاهلوا، يعني يستاهلوا ان احنا نقف جنبهم، ويستاهل ان احنا نشد في ايديهم لغايه ما نوصلهم لبر الامان. احنا عملنا حضرتك بالنسبه للجمعيه يعني في انشطه صيفيه في اسكندريه او في بعض المصايف خارج مصر، في حضرتك بنساعدهم في غير الانشطه ان هم في عندنا فرقه سليم سحاب، الكورال سليم سحاب، دول من جمعيه اولادي. عندنا حضرتك فرقه موسيقيه كامله، عندنا فرقه مسرحيه، يمكن برضك تامر قام بدور تمثيلي مع فرقه مسرحيه قصاد معالي الوزير التضامن السابقه السيده غاده والي. حضرتك احنا فعلا جمعيه هدفها الاساسي هم الاولاد، ان احنا كل الهدف الاساسي اندماجهم في المجتمع الخارجي، وبحيث ان شاء الله باذن الله احنا هدفنا اكبر من كده بكتير، وبنقول بس لوزارة التضامن انها مزيد من المجهود معانا، لان احنا محتاجين وقفة وزارة التضامن معانا اكتر من انا كده. سمعت كمان في احد الكواليس الاستاذ تامر طبعا كان بيتكلم، كابتن تامر كان بيتكلم بخصوص عندكم اصحاب القدرات الخاصه عندكم، او يعتبر انتوا كنت عندكم متخصصين في مجال عندكم لاصحاب القدرات الخاصه، الكلام ده صحيح؟ هو في حضرتك في مجال اللي هو التخاطب ده موجودة عندنا ناس بتبقى مع عشان نخرجهم برضك ان هم يقدروا يتأقلموا مع المجتمع الخارجي، في بعض الإعاقات اللي موجودة، لكن الحمد لله احنا في الطريق الصح وماشيين في الطريق الصح بالنسبة للمجال ده ان شاء الله بإذن الله. اقول لي بقى كابتن تامر بقى، اخش معاك شوية اتكلم معاك شوية بخصوص الجمعية، انت شايفها انت واخدة منك دور قوي جدا عن بطولة موهبتك، ولا انت اهم حاجة عندك دور الجمعية وخصوصا الأكاديمية عندك ان انت راجل مسؤول نشاط رياضي؟ بص يا كابتن محمد، هو طبعا بطولة موهبتك لما احنا سمعنا عن بطولة موهبتك يمكن انا شغال فيها، بطولة موهبتك بطولة كبيرة، الولاد حتى هم نفسهم حبوا البطولة، يمكن دخلوا بطولات كتير ما حبوش النظام بتاعها بس حبوا بطولة موهبتك. بشكر طبعا كابتن صلاح ونيس، بشكر كابتن مصطفى طبعا، ونور طبعا تشكره، كابتن سامح اخويا الكبير اخويا الصغير نور، الناس كده تنزع منك كده، لا كابتن نور اخويا الصغير ماشي. بشكر برضو الناس فريق العمل اللي شغالين معانا، كابتن سعيد زايد، بشكر كابتن ايهاب، بشكر كابتن كريم، استاذ ابو اليسر طبعا واحد من ورانا وياقوت وكل المجموعه دي الحلوه ديت وعم جمال، دول بتوع نجوم اولادي طبعا، بطوله موهبتك فريق العمل بتوع موهبتك، دول يعني ناس اتعلمت منهم كتير واصدقائي فانا بحبهم جدا. فبشكر كابتن استاذ محمد ابو اليسر بجد، يعني زي حد كده الدراع اليمين للست اللي هو. والله يا استمر، انت جند مجهود في بطوله موهبتك وايضا جند مجهود في اولادي، ربنا يخليك يا كابتن. انت عندك نماذج مشرفه؟ لا تامر مشرف في غير انه متفوق علميا كمان، يعني ده في معهد عالي السياحه ومتفوق. ايه الانجازات اللي انت عملتها حققتها في خلال الفتره اللي فاتت دي؟ والله حضرتك الانجازات خلال الفتره ان في 32 ابن من ابناء الجمعيه داخل الجامعات، وليه؟ لان انا مهتم بالتعليم وبالرياضه الاثنين في طريق واحد. حضرتك عشان ان انا اطلع شاب محترم وشاب يقدر ان هو يشق طريقه في الحياه لازم يكون متعلم، ولازم يكون بعيد الرياضه. ليه؟ عشان ابعده عن المخدرات، ابعده عن، حضرتك انت عارف ان المخدرات انتشرت في الايام السابقه، وكان فيها ان انا لما ادخلهم في المجال ده يبقى انا بعدته نهائيا عن اي، يعني انا الحمد لله انا ال 155 اللي موجودين في الجمعيه بعيد نهائيا عن المخدرات. ولو احنا عرفنا بس او شمينا ان في حد دخل في المجال ده ولا حاجه، على طول ان احنا كابن من ابنائنا، يعني احنا مش بنتعامل معاه، لكن احنا حضرتك احنا الاهم حاجه ان انا بس انا عايز اوجه رساله لمعالي وزيره التضامن
وان انا بشكرها جدا على مجهودها وتشريفها للجمعيه والمجهود اللي هي بتقوم بيه. برضك مجلس الاداره الاستاذ المهندسه عزه الرفاعي الامين العام للجمعيه دي بتبذل مجهود خرافه من الصبح لغايه بالليل، فلو في منتصف الليل نتصل بيها هي جاهزه انها تقف جنب الايتام. حضرتك لو في صوره يا استاذ تامر بخصوص يوم اليتيم، عشان احنا كنا عاملين يوم اليتيم بالنسبه لبطوله موهبتك ودون الاحتراف، يا ريت تنزل على الشاشه. حضرتك في مناشده لسياده الرئيس اللي هو يعتبر راعي الايتام في مصر، واللي هو لا يعني لا يقل جهد وبيبذل اقصى طاقه في سبيل نهضه البلد. انا بطلب بس من سياده الرئيس ان الاولاد ليهم طلب واحد، ان هم يكون في تنسيق مع وزير الاسكان ووزاره التضامن ان ياخدوا شقق من الاسكان الاجتماعي زي ما بندي نسبه للاعاقه. دول برضك عندهم ظروفهم تسمح ان انا اخلي لهم نسبه لانهم محتاجين شقق اسكان اجتماعي ومستعدين. اتمنى مستعدين نساهم، لان هم فعلا بيدوا الدوله حقوقها، تجنيد، تعليم، كلهم بيبذلوا كل المجهود في سبيل البلد. يبقى احنا لازم نقف جنبهم ولازم نخرجهم لبر الامان، واقل حاجه ان احنا نساعدهم في الحصول على اي شيء من الاسكان الاجتماعي. انا بضم صوتي لصوتك والله بصراحه. الاسبوع اللي فات وزاره الداخليه، وبشكر كل قيادات وزاره الداخليه ان هم اهتموا بالامر، ان كان في استغاثه بخصوص كانت حاله وفاه احد الاقارب عندنا، وانا شفت من هنا من برنامج دون الاحتراف وتم فعلا الاتصال بيه شخصيا، والحمد لله حل الازمه بشكل كبير جدا، وتم التعامل بشكل كبير بخصوص حاله استثنائيه بخصوص حاله الوفاه او الولاده او في الوقت الحاضر دوت، ان هم بيسهلوا الامور وليس تأزيم الامور. انا بشكرهم وبشكر وزير الداخليه طبعا على المجهود العظيم والجبار لحمايه البلد. ان شاء الله باذن الله كل حاجه ترجع تاني احسن من الاول، وترجع ان شاء الله باذن الله لطبيعتها سليمه. طبعا ست اللواء انا باخد وقتك كتير جدا، انت شرفتني النهارده. انا بتكلم معاك، انا بتكلم معاك طبعا تامر، مع احترامي ليك يا تامر، ولكن انا ست اللواء موجود النهارده معايا بشكل كبير، انا سعيد بيه طبعا. ست اللواء انا عاوزك تدي رساله لاولادك الموجودين اللي بيشوفوك على الشاشه، وخصوصا الناس تتعلم منك ايه الحكمه. حضرتك انا بوجه رساله لكل شباب جمعيه اولادي، ان اللي جاي احسن، وانتوا بايديكوا انتوا عملتوا الجمعيه، احنا كنا موجودين معاكم وبنيتوا الجمعيه وعملتوا اسس للنظام في الجمعيه، والجمعيه بقت اصبحت مزار للتدخل السريع، ووزاره التضامن بتشهد بالكفاءه وبتشهد بالمجهود اللي انتوا عملتوه بايديكم. محدش عمل المجهود ده الا بايديكم انتوا. احنا عندنا امل اكبر عشان نقدر نوصل بيكم لبر الامان. يبقى في مجهود يعني بذل مجهود اكتر، بذل صوره يوم اليتيم هي فسات اللواء، يعني احنا بنتكلم على الشاشه طبعا، يعني كل المساعي ان احنا بنعملها في سبيل ان احنا نطلع الجمعيه في ابهى صوره واحسن صوره، وهو ده اللي احنا متعودينه مع من الاولاد اللي هم وصلونا للمرحله دي. كابتن تامر طبعا في عجاله، تحب توجه رساله ايه لكل الناس اللي بيشوفوك دلوقتي واصحابك اللي بيشوفوك عبر دنيا الاحتراف؟ ده برنامجك. لا طبعا كابتن محمد انا بشكرهم جدا، ناس كتير قوي اتعلمت منها، اخواتي طبعا، في اخواتي الكبار واخواتي الصغيرين. هو بس كان في فيديو يعني مفاجاه لست اللواء، اولاد الجمعيه كلهم واللعيبه بيشكروه طبعا. هنشوفه طبعا الفيديو موجود معانا. والله هو انا بشكر رقم واحد ست اللواء، بشكر مدام سهير بجد، يعني احنا من غيرهم ما كناش حاجه. اكيد طبعا، يعني الشكر لاسرور طبعا. شرفتنا ست اللواء النهارده، واتمنى يكون في حلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بشكر ست اللواء محمد سرور مدير جمعيه اولادي دار البنين، وايضا رئيس اكاديميه نجوم اولادي. شكر خاص من برنامجكم دنيا الاحتراف لست اللواء النهارده، ولكن مع الحلقات القادمه هيكون موجود معانا الضيف ده ان شاء الله. طبعا بشكر طبعا اقول كابتن ولا استاذ ولا اقول القائد ولا اقول الكل المجهول الاستاذ تامر، اقول عليه بجد بجد انا سعيد جدا كابتن تامر ليك النهارده مدير النشاط الرياضي لنجوم اولادي، وسعيد ايضا لبرنامجك دنيا الاحتراف، وشرفتنا ونورتنا. احنا طبعا معانا تقرير مهم جدا، نشوف التقرير وانتظر بقى مفاجاه. الكابتن احمد محفوظ هيدي بقى صواريخ عبر القارات بعد قليل. هنشوف التقرير ونرجع لكم مره اخرى.